بيقول هو علشان استقبل فلوس على فيزا باي بال لازم يكون عليها رصيد؟ انت قصدك تستقبل فلوس على بنك الباي بال ولا تسحب من الباي بال لفيزا؟ هرد عليك في الحالتين عموما، ما تتعبش نفسك. لو انت عايز تستقبل فلوس على الباي بال بتاعك فلازم يكون مفعل ومربوط بفيزا، لان الباي بال مش هيحتفظ بالفلوس بتاعتك اكتر من شهر، بيبقى عاوز يوم واحد في الشهر يبدأ يبعت. لو انت مش مربطه بفيزا فعالة هيبدأ ان هو يعني يلغي امر زي ده، يعني مش هيستقبل الفلوس. اما لو انت عاوز تسحب من الباي بال بتاعك انت تروح ل البنك الخاص بيك، فده مفيش بقى حاجه هنا اسمها فيزا باي بال. انت قصدك الفيزا المربوطه بالباي بال؟ بتفحص عليها. يعني هنا من مصر مثلا انا عادي جدا بسحب من الباي بال لفيزا البنك الخاص بيا داخل مصر عادي، وبالجنيه، وهم هو بيقوموا بعمليه التحويل، بس الفلوس بتيجي في حسابي بالجنيه مش بالدولار، طالما ان انا بسحب على حساب بالجنيه. لو عاوز اسحب على حساب بالدولار يبقى لازم اعمل البنك بتاعي بالدولار واعمل عليه فيزا بالدولار عشان اسحب من عليه الى الفيزا اللي هي بالدولار، لان الباي بال ما بيتيحش ليك ان انت تضيف الايبان بتاع البنك المصري، لا بتضيف الفيزا بتاعتك وتسحب عليها.